هسه انت كنت باربيل قبل كم يوم ورايح للبحرين بعد كم يوم، انت اي تشتغل دائما، راجع اي اشتغل حفلات، راح اروح كندا، اروح لامريكا. شنو سبب استمرارك بالحفلات؟ اولا طال عمرنا نشوف الناس، نفس الوقت تم رزق دائم، ويمكن هذه اخر طلعه حتكون لي لانه تعديت الثمانين. بالثمانين شنو قصدك؟ العمر 80 اعرف بس شنو اخر طلعه؟ يعني انت ما تمشي بعد تطلع. انا قبل لحد الان عندي حفل اولادي وياي، لو ضغطه صاعد لو سكر راس اي حقيقه يعني. فواحد اخر شيء يبقى الاهله والاولاد والاصدقاء، الحمد لله والشكر. فكرت يعني بالاعتزال؟ اجت هاي الفكره ببالك؟ سابقا إيه، بس كثير ما وافقوا من اهلي ومن اصدقائي. انت بعدك قادر على يعني بدا يتعبك المسرح؟ لا انا اقدر اغني 3 ساعات بدون توقف. هذا شيء نادر ترى، يعني ما اشوف فنان حتى عربي يظل لفتره طويله يغني. اقدر اغني 3 ساعات لان ما اشرب، ما ادخن، ما اتعب. ما يشيخ الصوت؟ لا بالعكس، اذا انت تعطيني يوميه تصير جوهر صوتك. صحيح. سنه 75 حضرتك قررت انك تغني، ويعني بسرعه صرت نجم وانعرفت. العائله شلون تقبلوا هالموضوع؟ انت من عائله سابقا ما كنت محافظه يعني. كان والدي ما قابل، الله يرحمه، يرحم والدي. زوجتي، انا طبعا زوجتي الله يصرف لها. صحيح. فلقيتها تبكي، قلت لها ليش؟ قالت لي انا ما اخاف من النجاح، اخاف من الفشل. اذا تفشل شو اقول لصديقاتي كلهم مدرسات ومعلمات ودكاتره ودكتوراه؟ قلت الله لك كريم. فغنيت توصيني وطير الحبل وش اضحي لك وسلامات، طبت بين كل المدربين. نجحت راسا. الحمد لله. زين الاهل شو وقت اقتنعوا بيك؟ والدك مثلا شو وقت قال راغب؟ هو توفى شو ما قبل عليه، بس اخر شيء جاء محمد الدموري الله يرحمه، عباس جميع عزيمته، قالوا له هذا ابو كبير رابس عمره بال 85 سنه. قالوا له هذا فن، احنا ما مسوي به شيء حرام يعني. لوالدك قالوا؟ اي عزمنا، انا عزمته بالبيت. فقال الحمد لله والشكر، هو نجح وحياته هاي.